بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة في هذا اللقاء. وصلنا إلى بداية الشوط الثاني للمباراة السيبرانية ما بين فريق تكنولوجيا المحلة وكمبيوتر أسيوط. مباراة ساخنة للغاية، قد تحتاج إلى حتى فوطة مطبخ عشان نمسك زمامها. يا جماعة اثنين ورا واثنين قدام وبدروا مع بعض. اثنين إيجاز عشان تنزل. واضح إن في تبديل. وأنت اطلع لي بره. يا عم ليه يا عم؟ المدير الفني بيخرج اللاعب الأسطوري إنترنت واحد أو الشهير بويب وان. منذ عام 91 لم نرى تبديلا للاعب انترنت واحد. هيستبدله بمين يا ترى؟ يا ترى هيستبدله بمين؟ ده شكله لعيب جديد يا حضرات المشاهدين. زي ما حضراتكم شايفين، تبديل لاعب انترنت واحد بلاعب الصاعد انترنت اثنين قرار موفق من المدير الفني. برافو يا مدير. انترنت ثلاثة. سخن. لحظة واحدة، يبدو ان المدير الفني بيحاول يغير رأيه. ايه؟ في تبديل يعني يطلع بره؟ مش عايز اطلع يا عم. معهم تبديل اخر؟ يا اتنين انت هنكت في الملعب ولا ايه؟ يلا احنا ملحقناش نشبع من انترنت اتنين. كان غريب ومفاجئ من المدير الفني الحقيقه. ميه 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 بسرعه. ذا ماستر اوف سسبنس انا بسميه كده. المدرب بيحاول يتكلم مع اللعيب، بيقول له انت لما شو ده ده فيلم الجزيره ده سين بينهم، لكن هو اكيد في خطه في دماغه عايز ينفذها. ده شور يعني. الماتش بيروح مني، الماتش بيروح مني. الماتش بيسخن، اللعيبه مش فاهمه حاجه، مخرج المباراه مش فاهم حاجه، انا نفسي مش فاهم حاجه. يعني ايه اصلا الفرق بين انترنت واحد وانترنت اثنين وانترنت ثلاثه؟ اعزائي المشاهدين، ما تيجوا نشوف في الاستوديو التحليلي مع كابتن غندور. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في يوم 28 مارس سنة 2011 الناس في أرمينيا كانوا قاعدين في أمان الله ومش عارفين إيه اللي هيحصل لهم. اللي شغال على اللابتوب بتاعه واللي بتسحب فلوس من مكنة الاي تي ام واللي بيتفرج على فيديو على اليوتيوب، وفجأة عزيزي الإنترنت يقع بالكامل. كرسي يا شباب، مفيش إنترنت في البلد كلها. تتخيل الناس إنها مشكلة بسيطة، إن راستر الراوتر وربع ساعة والنت يرجع، والست اللي واقفة قدام الاي تي ام تبص في ساعتها بزهق وفاكرة إن المكنة هنجت وهتتظبط دلوقتي. بس ليه يا عزيزي إن الإنترنت يفضل في البلد كلها اكتر من 12 ساعه بحالهم؟ وشويه بحث يا عزيزي نكتشف السبب في القطع ده. ست عندها 75 سنه وجاروف من بتوع الجنينه دول. يا ابو احمد انت جاي تهزر؟ هتقول لي الست كانت ماسكه الجاروف وشافت سلك النت اللي بيوصل للبلد كلها فرحت ضربه الجاروف قطعته؟ بصراحه يا عزيزي انت المره دي صح زياده عن اللزوم. الحكايه بالظبط زي ما قلتها. الحكايه ان الاستاذه اينشتاين شاكريان، غالبا يا عزيزي والدها كان شاكريان مدريان، عزيز ست يا عزيزي صاحبه ال 75 ربيع، مزارعه من جورجيا اللي هي فوق ارمينيا من على الخريطه، كانت ماسكه الجاروف بتاعها وشافت سلك تخين باظت من الارض كده، وشكله كده تخين كده اللي هو لو خبطناها هيعمل مشاكل عند الناس كلها. وكعادة الناس اللي عايشين في الدول بتاعت الاتحاد السوفيتي زمان، السلك ده بالنسبه ليهم يعني سلك من ايام الاتحاد السوفيتي، واكيد جوه نحاس يعني ناخده ونبيعه ونعمل لقمه حلوه. بس اللي ما تعرفوش الاخت اينشتاين ان ده كابل الانترنت الفايبر اوبتكس الرئيسي اللي جاي من تحت البحر الاسود من بلغاريا وداخل على جورجيا، ومن جورجيا بيمشي تحت الارض ويروح بقى لكذا دوله هناك في المنطقه منهم ارمينيا واذربيجان. عزيزي مش سلك انت، سلك دبلوماسي ده مهم جدا. النت عزيز لما قطع في ارمينيا قطع كمان في جورجيا بس بشكل جزئي، وتاثر في اذربيجان. وتخيل حصل ازمه نتيه على مستوى ثلاث دول عشان في ست عايزه نحاس. اللطيف يا عزيزي ان الست ما كانتش طبعا عارفه هي هببت ايه، واحده بقى في امان الله وفجاه لقيت البوليس داخل عليها. سلمي نفسك يا حاجه، المكان كله اوف لاين. فردت الست بكل خوف ودهشه وقالت لهم انا عملت ايه؟ قالوا انت قطعت الانترنت عن البلد. قالت لهم ايه ده، انا قطعت الانترنت على البلد؟ يطلع ايه الانترنت ده؟ ما تعرفش طبعا. عارف يا عزيزي ان انت دلوقتي بتتساءل، هو الانترنت فعلا عباره عن سلك؟ يعني كل الحوارات اللي النت بيعملها دي سلك؟ يوسفني اقول لك يا عزيزي انه اي نعم، الانترنت بالكامل مبني على شبكه معقده جدا من الاسلاك ومش بيطير في الجو زي ما بعض الناس فاكره، يمكن بس من الوايرلس راوتر لللابتوب بتاعك ومن برج المحمول اللي في معظم الاحوال بيكون واصل بسلك تحت الارض وبيوصل الشبكه من غير سلك لموبايلك، وفي حالات قليله بيكون متوصل عن طريق الموجات الدقيقه او المايكروويفز. الانترنت يا عزيزي اللي الواحد طول عمره مخدوع فيه وتخيله كده ان هي حاجه طايره في الجو احنا مش شايفينها، انترنت السحابي والكلاود والمش كلاود هوت سبوت واي فاي، طلع عباره عن شويه اسلاك وكابلات. لو عايزني اشرح لك الموضوع ببساطه، فالانترنت عباره عن جهاز كمبيوتر كبير شويه من حيث القوه والسعه وبنسميه السيرفر، ومتوصل بيه كمبيوترات وموبايلات واجهزه كتير بتضيف للمعلومات المتسجله على هذا الجهاز او بتاخد منها. يعني جوجل مثلا عباره عن شويه سيرفرات، بعض التقارير عزيز بتقول انها حوالي 3 مليون سيرفر متجمعين في 22 مركز بيانات او ما يسمى بالداتا سنترز، معظمها في امريكا طبعا وفي حته ثانيه من العالم. السيرفرات دي متوصله بالانترنت من
خلال شويه اسلاك. وكل البشر في العالم اللي بيعملوا حوالي 100,000 بحث على جوجل كل ثانيه متوصلين هم كمان بالنت عن طريق شويه كابلات. العمليه كلها اسلاك في اسلاك حتى بين القارات. هم شويه كابلات بتربط قارات العالم ببعض من تحت المحيطات. اقول لك على كبيره بقى يا عزيزي، فكره الوصلات دي قديمه جدا، قديمه من يجي 164 سنه من ايام التلغراف. دي كانت اول مره البشريه تقرر فيها انها تمد كابلات من تحت المحيط عشان تكلم بعض. والرئيس الامريكي وقتها جيمس بيوكانن والملكه فيكتوريا ملكه انجلترا صبحوا على بعض وهنأوا بعض بالانجاز العظيم ده. ومن ساعتها بكل وسائل التواصل بقت مبنيه على فكره الخطوط بتاعه التلغراف دي. التليفون هيستفيد منها ويمد خطوط تحت المحيطات هو كمان عشان يوصل العالم ببعضه، ويجي الانترنت ويستخدم نفس كابلات التليفون دي بعد ما اتطورت وبقت فايبر اوبتكس سنه 1988 ومد اول كابل فايبر اوبتكس في التاريخ. وحاليا في اكتر من 400 كابل ممدودين على طول اكتر من 1.25 مليون تحت الميه رابطه قارات ببعض. في منهم بيبقى على اعماق بعيده جدا في طول جبل ايفرست بس تحت البحر. بيمر عزيزي من خلال هذه الكابلات اللي ماشيه تحت الميه مع السماء حركات ماليه وتحويلات تقدر ب 10 تريليون دولار امريكي، يعني عزيزي 13 تريليون دولار كندي. الكلام ده عزيزي بيحصل في اليوم الواحد وان داي. عزيزي احنا صغيرين قوي، انا دلوقتي معايا 30 جنيه بس يوميا، حتى مش يوميا. زمان كانت خطوط التلغراف متسيطر عليها من الانجليز وقت ما كانوا في عزهم، بس يا عزيزي البساط اتسحب واحده واحده من تحت رجليهم. ودلوقتي امريكا والصين هم اللي متحكمين في عالم الكابلات البحريه، وشركات زي جوجل وفيسبوك وامازون بقوا يعملوا كابلات بنفسهم حاليا. ودي بالنسبه لمستويات توصيل الانترنت بيسموه المستوى الاول او تاير 1، وكلها طبعا بتبقى فايبر اوبتكس وعلى مستويات عاليه جدا من السرعه بتوصل ل 160 تيرا بت في الثانيه الواحده. وعشان تعرف قد ايه الرقم ده كبير فخليني اقول لك ان سرعه النقل في كابل 1988 اللي هو كان اول كابل كانت 280 ميجا بايت في الثانيه. طبعا عزيزي لسه مش واضح الفرق، اسهلها عليك واقول لك ان كابلات النهارده سرعتها النهارده 131,000 ضعف كابلات 1988. اللطيف يا عزيزي ان الكابلات البحريه دي بيبقى قطرها زي كان الحاجه الساعه رخر الست بجاروف قطعت النت على البلد، يعني كل الحوارات دي بتحصل من خلال سلك من بتوعنا بس تخين شويه قد كده يا عزيزي. نت سريع جدا. خليني اقول لك يا عزيزي، لو انت مواطن مصري يعني افخر يا عزيزي على ارض مصر، اكتر مكان بيعدي من تحته كابلات في عزيزي تحت مصر 19 كابل. يا عزيزي لو بتصيف وغوطت جوه شويه اوعى ارجوك تلعب في النت تقطع النت بتاع العالم. 19 كابل تخيل يا عزيزي لو هناك كابل صناعه مصريه خالصه، ده يبقى اكيد كابل بلدي. ممكن نعتبر المستوى الاول من توصيل الانترنت ده عامل زي المطارات في البلاد، هم حتى بيسموه الطريق السريع او السوبر هاي واي، عددها قليل والناس بتتوزع منها على الوسائل التانية للمواصلات اول ما توصل لارض البلد اللي هي رايحاها. وده اللي بيحصل فعلا لما توصل الكابلات البحريه دي لاي ارض. وبيبدا هنا عزيزي المستوى التاني من الانترنت تاير 2. يا عزيزي بيكون شركات على مستوى اقليمي او محلي بتاخد بقى وصلات رئيسيه من الكابل البحري وتبدا بقى توزعه جوه البلد من خلال بقى كابلات تانيه كتير حسب حجم البلد وحجم الاستخدام، وبتكون برضو فايبر اوبتكس. دي بقى عزيزي اللي خصنا احنا الكابل البلدي تاير 3 او المستوى الثالث من توصيل الانترنت واللي بيسموه الميل الاخير او اللاست مايل، وده اللي كلنا عارفين. تاير 3 دول يا عزيزي هم دول تجار التجزئه اللي بيستوردوا الداتا من بلاد بره، ودول بقى اللي عاملين مشكله في كل حته في العالم لانهم بيستلموا الانترنت فائق السرعه وصبح وبيلعب كده ازاي شحاده ابو كف لما جيب البلد كده، وبقدره قادر النت يتحول لسلاحف عجوزه. بس مفهوم طبعا ان دي اصعب مرحله توصيلات لانهم هنا مش بيوصلوا قاره بقاره ولا حتى محافظه بمحافظه، لا دول بيشمروا ايديهم وينزلوا يوصلوا بيت بيت. وفي الغالب في مناطق كتيره في العالم بيستخدموا خطوط التليفون اللي ليها وصله فعلا. في الاول طبعا اللي فيكم حضر الدايل اب كانوا حرفيا وقتها بيستخدموا كابلات التليفون الممدوده بالفعل للبيوت عشان يستخدموها في نقل الداتا ويشغلوا منها الانترنت، حتى مع دي اس ال واي دي اس ال فاحنا لسه بنستخدم نفس خطوط التليفونات اللي بقى لها بتاع 100 سنه، يعني تحت المحيط فايبر وسرعه ضوء وفي البيت سلوك عمرها من عمر الحرب العالميه الاولى. مش فاهمك يا انترنت ومش فاهمك يا انسانيه، بس ده طبعا مفهوم لانها نفس فكره الطيارات والمطارات، حاجه فخمه حوادث قليله اهتمام بالتطوير توصل بيتك بقى راكب توك توك وعمال تلبس في مطبات ونقر. نلخص هذا الكلام في مثال صغير، يعني مثلا سيادتك دلوقتي تبعت رساله واتساب، افترض اللي انت بتبعت له ده جارك او جارتك، المهم يعني حد قريب منك في المكان بغض النظر. تخيل لو حضرتك قاعد في القاهره، ساعتها عزيزي رسالتك هتسافر فوق ال 20,000 كيلو عقبال ما توصل لجارك ده، لانها هتطلع من موبايلك على اقرب برج محمول وتدخل من هذا البرج على الشبكه وتركب على المستوى الثالث، تاني يا اسطى توصل للمستوى الثاني، واخيرا هتاخد غطس في المحيط وتسافر مشوار طويل لحد ما توصل سيرفرات واتساب في امريكا تدور على صاحبك في السيرفر استاذ علاء استاذ
علاء وتوصل له رساله في السيرفر هناك. فيوم الواد سايب قايل لصاحبك يو مايت هاف ان يو مسج، مش عايزين نجزم، قال يعني بالهي لحد ما السيرفر يخلص كوبايه الشاي ويبعت الرساله، والرساله دي تسافر تاني من سيرفرات واتساب في امريكا، تقوم الداتا واخده غطس تير واحد تير اتنين تير تلاته لحد ما توصل لبرج المحمول اللي هيطلع مصادفه نفس برج المحمول لانه جارك. فبرج المحمول يرمي السيجاره كده من بقه ويقول ايه الشغلانه دي، طب ما كنت تقولوا لي يا جدعان ابعتها انا وخلاص بس، ويقوم رميها على موبايل صديق فتوصل له الرساله وتطلع في الاخر ستيكر لعدل شكل. يا لهوي سحلنا السيرفرات والتير واحد واتنين وتلاته والشبكه وال يلا مش مشكله مش خساره في الزعام. بس قال لي بقى عزيزي كل الليله دي خدت قد ايه؟ اقل من ثانيه واحده. تخيل لو مش مصدقني افتح جهاز الكمبيوتر وهقول لك على طريقه تعرف بيها المجهود كل سكرول داون انت بتعمله على فيسبوك او بتتفرج بيه على فيديوهات يوتيوب. اكتب كوماند في خانه البحث الداخلي في جهازك سي ام دي ودوس انتر، واكتب تريسر تي ار اي سي اي ار تي وبعدها مسافه، واكتب اسم الموقع اللي عايز تعرف الطريق اللي بتاخده البيانات عشان تجي لك منه او تروح له. هيطلع يا عزيزي خط سير عجيب جدا ومش ثابت كل مره، انت عشان تنزل بوست ممكن الداتا دي تلف العالم عشان تقول انت بتحب الصيف. خساره والله. يعني الداتا بتاعه فيسبوك ممكن مره تعدي على ايطاليا وكابل بحري بيعدي من تحتها، وممكن تعدي على كابل تايلاند. لما تشوف خط السير ده هتفهم ان الداتا اللي بنتخيل انها بتتحرك في الهواء كده بتعدي بلاد ومحطات وكمائن عشان توصل لك، يمكن بس عشان سرعتها قريبه من سرعه الضوء جوه كابلات الفايبر اوبتيك فمش بنحس بالسفر اللي بتسافره عشان توصل لنا. بالمناسبه فاكر رساله التلغراف الاولى اللي كانت بين قارتين بين الملكه فيكتوريا والرئيس الامريكي عشان يسبحوا على بعض؟ دي يا عزيزي خدت 16 ساعه عشان توصل. في الاخر انت فاكر لي ان سحبت الانترنت دي طايره فوقك في السماء في حين ان كلها سلوب. فاسلك ها اسلك. طب هل ده معناه يا ابو حميد ان مفيش اي هوائي في الموضوع او حتى لاسلكي؟ في طبعا يا عزيزي الساتلايت، واكيد سمعت عن ستار لينك بتاع ايلون ماسك، بس كلمني بقى على السرعه وحجم البيانات اللي بيقدر ينقلها. وكمان في مشاكل بتحصل لما الدنيا تمطر او تنزل تلج. بس هل الانترنت الفضائي قادر انه يحل محل انترنت الكابلات؟ والله يا عزيزي خبراء المجال مختلفين في الحته دي، والسين والع. في اللي شايف ان الانترنت الفضائي اكيد هيتطور ومسيره هياخد اللقطه من الكابلات، وفي اللي شايف ان ده مش هيحصل او على الاقل مش قريب خالص. ودليلهم على الكلام ده جوجل وفيسبوك وامازون اللي عمالين يمدوا في كابلات ويصرفوا مليارات. بس اللي يهمنا هنا ان الطرفين دول متفقين ان حتى لو الانترنت الفضائي كسب فعمره ما هينهي وجود انترنت الكابلات. انا عارف يا عزيزي ان انت بتتعامل مع الانترنت كانه اخوك كده، يعني طلعت الدنيا كده لقيته، او لو انت الاخ الاكبر وعشت شويه من غيره فهو دخل حياتك بالتدريج وبقى جزء منها كده، ما ينفعش تتصور يومك من غيره برخامته بقى ولزجته في نفس الوقت بحبك ليه. بس اكيد يا عزيزي اخوك الانترنت ده إيه له بدايه، عنده بابا وماما زيك كده. تعالى بقى اما احكي لك الموضوع ده بدا ازاي. بس قبل ما اقول لك يا عزيزي لازم نتفق على حاجه قبل ما ندخل هذه الحكايه، الانترنت مش هو الويب. ايوه الانترنت هو شبكه اللي كنا بنتكلم عليها، البنيه التحتيه طاير وكابلات وسلوك وابراج يعني انترنت سهل نت دم وتك وشخاليل وسجات، ده الولد وايد ويب اللي هو بقى كل حاجه بتمشي فوق البنيه التحتيه. يا نهار ابيض يا ابو حميد هو في بنيه تحتيه؟ لا يا عزيزي ما قصدتش تحتيك انت، هي تحتينا كلنا، هي اسمها كده يا عزيزي، الموضوع مش شخصي، ليس هناك اي شيء تحتك. فاحنا دلوقتي هنحكي حكايه الانترنت وليس الويب، ومفيش مانع في النص كده نقول كلمتين على الويب عشان ما يزعلش. حكايه الانترنت يا عزيزي بدات بحرفين ال واو، الساعه 11:30 بالليل في ولايه كاليفورنيا الامريكيه، وبينما الجو هادي خالص والدنيا هس هس بيحصل الحدث اللي نقدر نقول بثقه وبدون اي مبالغه انه غير التاريخ البشري للابد. لينارد كلاين روكس بروفيسور في علوم الكمبيوتر وتشارلي كلاين طالب ماجستير عنده كانوا قاعدين في جامعه كاليفورنيا لغايه هذا الوقت المتاخر، قاعدين في معملهم بيحاولوا يعملوا حاجه شكلها سهل دلوقتي، وهي انهم يخلوا جهازين كمبيوتر يكلموا بعض وينقلوا بيانات بينهم، جهاز عندهم في معمل الجامعه والتاني موجود في مركز ستانفورد للابحاث في كاليفورنيا برضه بس على بعد 560 كيلومتر. يا عزيزي كاليفورنيا كبيره، هي كانها ستيت، هي دوله، عشان تجيبها كلها سوق فوق 1200 كيلو. ده اكبر يا عزيزي من المسافه بين القاهره وحلايب، يعني في امريكا ممكن ترتبط بواحده من نفس بلدك وتحجج بالمسافات برضه. المهم هم قرروا الاثنين كمبيوتر دول يكلموا بعض، الاثنين دول يا عزيزي تحديدا هم اللي خلوا الموضوع سهل ومخليك دلوقتي مستقل بيه. في اليوم ده في الساعه دي في التاريخ ده تم تسجيل اول شويه داتا تتنقل بين جهازين كمبيوتر. يعني الداتا كانت على كمبيوتر تروح كمبيوتر تاني. الداتا دي يا عزيزي المفروض كانت تبقى كلمه لوج ان، بس الجهاز بعت اول حرفين اللي هم ال و او وقال لك انا مش قادر خلاص هموت مهبط خالص، كانك كنت بتبعت صباحه الخير فاتبعتت صباحه. بس عشان نيتهم سالكه الحرفين دول طلعوا بالصدفه تمسيه، قال يعني كانوا قاصدين، وكان الكمبيوتر كان عارف مستقبله وان الناس هتستخدمه في التمسيه على بعض اكتر ما هيستخدموه في الهدف الاساسي من وجوده وهو نقل المعرفه. بالمناسبه عزيزي الاثنين دول لسه احياء يرزقون، ونحب احنا من برنامج الدحيح نمسي عليهم ونقول لهم لو
التجربة اللي نجحت قدامنا دي ما كانتش اجتهاد او اكتشاف من الاثنين دول بس، دي كانت جزء من مشروع ضخم عملته امريكا في اواخر الخمسينات، وتحديدا بعد ما الاتحاد السوفيتي نجح في انه يطلع اول قمر صناعي سبوتنيك سنة 1957. امريكا قالت ما بدهاش بقى، انا غير هدومي وانزل الحق سباق الفضاء ده من اوله، وبجانب هذا السباق قررت انها تنشئ وكالة مشاريع البحوث المتقدمة Advanced Research Project Agency ARPA، ودي وكالة ابحاث اتعملت تحت وزارة الدفاع الامريكية. هدف تأسيسها هو انها تشتغل على مشاريع بحثية في مجال التكنولوجيا بشكل عام، بس يكون من الممكن الاستفادة من المشاريع دي بشكل عسكري ايضا. في الاول كانت وكالة اربا مركزة على ابحاث الفضاء ومشاريعه، بس بعد شوية امريكا قررت تعمل وكالة ناسا سنة 1958، ويبقى الفضاء له وكالة لوحده عشان تركز عليه في السباق الصعب، وتلاقي اربا نفسها محتاجة تشتغل في مشاريع بحثية بعيدة عن الفضاء، ويكون جزء مش بسيط من تركيزها على علم جديد لسه طالع ولسه العالم بيتساءل شوفوا لنا يا ابني العلم الجديد ده بيقول ايه. هذا العلم يا عزيزي هو كان علم الكمبيوتر، ويعدي على المركز ده مديرين كبار مفيش حد فيهم ما سابش علامة في مكان، علامة عايشة معانا لحد النهاردة في العلم ده، زي مثلا جي سي ار لكلايدر اللي هو رسميا اول واحد في امريكا يفكر في فكرة الانترنت، وعمل مجموعة ورقات بحثية بيتكلم فيها عن شبكة كمبيوترات ضخمة، والمركز ده هيزيد عليه حرف دي سنة 1972 ويبقى اسمه داربا. والمركز ده بيغرق العالم انبهارات واختراعات، انترنت، لابتوب، جي بي اس، كل دول طلعوا من المركز الجامد ده. بالمناسبه شغال لحد النهارده، شايفك يا عزيزي بتفرك وعايزني اتكلم على ويب، وعارف انك مستنيني اقول لك حكايته والفرق بينه وبين الانترنت. يا عم صبرا صبرا انتظر ليس الان. الشبكه اللي بدات بواصله بين جهازين في كاليفورنيا دي تطورت وبقت بتربط 35 جهاز جوه امريكا، كل ده في اقل من 3 سنين. يا اختي وبعدها في كل حته في العالم. والمفاجاه ان الامريكان مش هم اول ناس فكروا في الانترنت واستخدامه كوسيله لنقل البيانات والتواصل. يعني ممكن نسمي الانترنت اللي حكينا عنه ده 1.0 واحد، انترنت واحد، ولكن يا عزيزي هناك انترنت ماينس واحد، ده اللي فكرته كانت موجوده بالكامل قبل ما الحرفين اياهم اللي هو يتبعته، وده يا عزيزي كان الانترنت السوفيتي. نفس الحكايه بتاعت اي اختراع واكتشاف، الامريكان والسوفيت شغالين في السكرتة وكل واحد بيجري في حارته، وفي الغالب الاتحاد السوفيتي بيفضل يكسب اجوان وجولات والاستحواذ يبقى معاه زي السيتي كده لغايه الوقت بدل الضايع، وهوب الامريكان ينزلوا رودريجو ويخلصوا الماتش بالظبط زي اللي حصل في سباق الفضاء كده. الامريكان طلعوا القمر، بس قبلهم السوفيت كانوا سابقين متقدمين في معظم الخطوات وخربينها فوق في الفضاء، لحد ما الامريكان ضربوا اللمبه هوب طلعوا بول. سباق الانترنت ما يتخيرش عن سباق القمر. السوفيت برضه سنه 62 كان عندهم عالم كمبيوتر اسمه العبقري فيكتور جولشكوف، تقريبا كان من اوائل مهندسين الكمبيوتر هناك، وكان عضو مرموق في الحزب الشيوعي وخريج جامعه موسكو. عمل ايه بقى سنه 62؟ قال الدنيا لازم تتغير، وعشان اقتصادنا يبقى اقتصاد شيوعي حقيقي من ناحيه تنظيم الانتاج والموارد وكمان العدل في توزيعها، فاحنا عايزين معلومات انفورميشن، معلومات طازه ومتجمعه في مكان واحد، معلومات اقتصاديه من كل المصانع في الاتحاد السوفيتي كلها تدخل من ناحيه المصانع عن طريق كمبيوتر موجود في كل مصنع وتتجمع بالكامل هنا في موسكو، عشان نقدر نشوف اقتصادنا ونتابعه لحظه بلحظه قدام عينينا ونتدخل في الوقت المناسب بالاجراء المناسب. اللي هو اللغة بتاعتنا النهارده كان عايز يعمل انترنت بس مخصوص للاقتصاد، كان عنده عزيز فكره قبل سويفت. كولشكوف كمان كان عايز يخلي المدفوعات والفواتير الكترونيه ويخلي الاتحاد السوفيتي كاشلس سوسايتي او مجتمع بلا تداول للاموال الورقيه. الراجل ده فعلا عبقري يا عزيزي، ده فيجنري جدا، كان عايز الاتحاد السوفيتي يقضيها فواتير الكترونيه فاتوره قصاد فاتوره، وسمى المشروع ده اوجاس او جي اي اس او او جي اي اس، وهي بالروسي اختصار البرنامج الوطني الالكتروني للمحاسبه ومعالجه البيانات. زي كل ده في اربع حروف يا عزيزي، حاسس عزيزي السوفيتي كانوا حتى شيوعيين في اختصاراتهم. ولكن للاسف يفضل هذا الرجل في رايح وجاي لحد سنه 1970، واللي وقتها يبقى المشروع جاهز بنسخه نهائيه معدله وواقعيه قابله للتنفيذ، ويعرض المقترح على كبارات الحزب، بس للاسف يرفضوا عرض لاسباب غير معروفه لحد النهارده، كلها يا عزيزي توقعات وتكهنات. يمكن اشهرها انهم حسوا ان سيطرتهم على الاقتصاد بالطريقه اللي هم عارفينها وفاهمينها احسن من شويه اجهزه مربوطه ببعض ما يفهمهاش او يعرف يجيب اخرها غير اللي عاملها. قبضه الدكتاتوريه اللي نعرفها احسن من القبضه الدكتاتوريه اللي ما نعرفهاش. بس عزيزي تخيل لو مقترح كولشكوف ده اتقبل وبقى اول انترنت في التاريخ ويكون طالع من الاتحاد السوفيتي، اكيد يا عزيزي وقتها كنا نشوف انترنت غير بتاع النهارده خالص، انترنت شيوعي، فيسبوك يبقى لونه احمر واعلى جوده تبقى 144 مناسب للباقه، وفيديوهات اليوتيوبرز تبقى تحديات عدم اكل كلها اضرابات. بالنسبه للويب يا عزيزي فده حكايته حكايه، هنروح لها ما تستعجلش مش هتكلم فيها دلوقتي. خدعتك. خليني اقول لك الاول ان الانترنت هيفضل من اول تجربه ليه سنه 69 لغايه اواخر الثمانينات كده تطوره ماشي بخطوات عاديه وبطيئه واستخدامه مقتصر على شويه عملاء وباحثين وبعض الشركات، وكل دوله من العالم المتقدم امريكا بقى فرنسا انجلترا عملت لنفسها شبكه بين الكمبيوترات اللي موجوده في الجامعات والمراكز البحثيه والشركات، بس الشبكات دي لحد هذا الوقت مش بتتكلم مع بعض، وكل قرد لازم شجرته وكل برص يلزم حته، لغايه ما تحصل شويه حاجات مع بعض تخلي التسعينات هي الانطلاقه الحقيقيه للانترنت، ويبدا يبقى زي
زي الانترنت اللي نعرفه النهارده. خد عندك انتشار الكمبيوتر نفسه. زمان كان الكمبيوتر ضخم فعلا وكان اسمه مين فريم وبيحتل الاوضه بحالها، وكان اسمها عزيزي اوضه الكمبيوتر. هو كمبيوتر واحد واخد الاوضه كلها. ستيف جوبز هيجي في اخر السبعينات ويقدم جهاز كمبيوتر ابل 1 وهيكسر بيه الدنيا وبشوف لنا حد يصلحها. وده عزيزي عشان الفكره نفسها ساحره، ان يكون عندك قطعه من المستقبل في بيتك، مش مهم هتعمل بيه ايه بس المهم يبقى عندك. ودي عزيزي كانت مشكله حقيقيه بالمناسبه، ان الناس كانت بتشتري الجهاز ومش عارفه هتعمل بيه اصلا. الحاجة التانية حصلت سنة 1982 وهي توحيد بروتوكولات الانترنت وتنظيم الطرق والشوارع بتاعته. وده حصل لما بوبكان وفينتون سيرف هيقدموا هدية الـ TCP/IP للعالم. الكونسبت ده يا عزيزي هيغير شكل الانترنت وطريقة عمله بشكل كبير، لأنه هينظم عملية نقل البيانات من جهاز لجهاز في أي شبكة في الدنيا. الـ IP والـ TCP هما بروتوكولين من ضمن بروتوكولات عملها بوب وفينتون، اسمهم حزمة بروتوكولات الانترنت، الانترنت بروتوكول سوت أو IPS. بس عشان بروتوكول IP وبروتوكول TCP هما الأهم، فبقى بيتقال TCP/IP مجازا على كل بروتوكولات الربط بين الشبكات والأجهزة. عشان نبسط يا عزيزي فكرة البروتوكولات دي، فتخيل معايا ان انت عايز تنقل عفش بيتك لمكان جديد، فبتكلم شركة نقل عشان تقوم بهذه العملية. بس عشان تعمل ده فانت محتاج تبقى على معرفة كاملة بكل كرتونة وكل حتة عفش هتتحط فين على العربية وتتحط ازاي، وعارف كل مطب على الطريق وكل كمين وكل مشكلة ممكن تواجهها في الطريق. وكمان مفيش غير طريق واحد تقدر العربية تاخده عشان توصل للمكان كان اللي انت عايزه. ولو الطريق زحمه او في مشاكل ما عندكش بديل، ولو وقعت منه كرتونه وهو ماشي فانساه عشان ما فيش فرصه للوقوف. واخيرا لما توصل للمنطقه اللي فيها المكان اللي انت عايزه مش هتعرف تلاقيه، لان العناوين كلها مكتوبه بالصيني وانت ما تعرفش صيني. بتضربونا بالنار اسهل من كل ده، ولكن البروتوكولات بتاعت بوب وفينتون حلت كل هذه المشاكل. فمثلا بروتوكول TCP او الترانسميشن كنترول بروتوكول بياخد العفش اللي انت عايز توصله ده او البيانات اللي الجهاز عايز يبعتها للتاني، وتحزمها تعملها حزمه كده في شكل باكيتات، وتعلم عليها او تديها رمز، وتخلق طرق ومسارات كتير ممكن تمشي فيها هذه الحزم، وكمان توزعهم على العربيات التانية معاك عشان حمولتك تبقى خفيفة، وبعدها تجمع الحزم دي من تاني لما توصل للمكان اللي انت عايز توصل، او بمعنى اصح الجهاز التاني المستقبل في حالة البيانات. وهنا يا عزيزي يجي دور IP عم البروتوكولات كلها. وده يا عزيزي العنوان بتاع المكان اللي انت عايز توصل له البيانات مكتوب بشكل رقمي موحد، والبيانات تقدر تتعرف عليه مهما كانت لغة البرمجة اللي مكتوبة بيها او لغة الشبكة اللي بتربط بيها. طبعا البروتوكولات دي خلت الانترنت موحد وكل الشبكات والاجهزه عارفه تبعت وتستقبل بيانات من خلاله بكل سهوله. نيجي بقى يا عزيزي للحاجه الثالثه نمبر 3، وهي اول كابل بحري فايبر اوبتيك سنه 1988 واللي اتمد بين امريكا وانجلترا وفرنسا. ومن بعد هذا الكابل يا عزيزي اختلف شكل الانترنت. انا يا عزيزي مدين لهذا الكابل، والله لو اطول ان انا اعمل يوم هذا الكابل كنت عملته. هذا الكابل يا عزيزي سمح للشبكات اللي موجوده في الدول دي انها تكلم بعض وتنقل بيانات بين الشبكات بسهوله. حاجه كمان خلت الانترنت يتحول للشكل والانتشار اللي شايفينه النهارده، وهو طرح متصفح الانترنت نتسكيب في البورصه سنه 1995. الشركه عزيزي كان بقالها سنه واربع شهور بس في السوق، وفجاه الناس صحيت على خبر طرحها في البورصه، واتقيمت باكتر من 3 مليار دولار. ده رقم يا عزيزي خرافي وقتها، خصوصا ان الشركه لسه ما كملتش سنه ونص ومش شغاله في المقاولات، دي شغاله في مجال ناس كتير ما كانتش فاهماه وقتها، والمؤسسين شخصين بس منهم واحد عنده 24 سنه. وده بقى يا عزيزي اللي عمل جنون الانترنت من منتصف التسعينات، حاجه يا عزيزي شبيهه بالجولد راش اللي حصلت في منتصف 19 حمى الذهب لغايه ما تفرقع فقاعه الانترنت في وش الناس كلها سنه 2001، والاف المستثمرين يخسروا فلوسهم بسبب هذا الجنون. بس بعد يا عزيزي ما يكونوا اسسوا شبكه قويه للانترنت وطلعوا افكار ومواقع ويب لا حصر لها، منها اللي نجت من الفيضان وكملت بل وطارت في السماء زي امازون مثلا. وده بالمناسبه يا عزيزي الويب اللي انت مستعجل عليه، نتسكيب ويب مش انترنت بس، لا ده كان له تاثير مباشر على الانترنت وتطوره زي ما شفنا. وده يا عزيزي يقودنا لاخر ويمكن اهم حاجه ساعدت الانترنت انه يكبر ويبقى مهم كده في حياتنا. توقعت طبعا يا عزيزي مش كده؟ الويب يالا، ما وحشكش الويب من اول الحلقه. ايوه يا عزيزي شبكه الويب اللي هي الورلد وايد ويب، الدبليو دبليو دبليو، اللي الناس يا عزيزي اتفقت كده انها تسميها الانترنت وتنسى الانترنت الحقيقي اللي لولاه ما كناش هنشوف صفحه ويب واحده. الدبليو دبليو دبليو اللي صممها ونفذها العبقري تيم بيرنرز لي سنه 1991. الراجل ده يا عزيزي كان ممكن يكسب مليارات الدولار، ده اللي اخترع الورلد وايد ويب، بس للاسف يعني هو يبدو ان هو يعني مش يعني على المادة، على عكسي. وبسبب الويب الناس بقت متحمسة أكتر إنها تدخل الإنترنت في بيوتها عشان تشوف اللي بيجرى هناك، وده ساعد في تطوير شبكة الإنترنت وإن يطلع لها كل شوية اختراع عشان يحسنها ويطورها. فبكده نقدر نعتبر الإنترنت المواسير اللي موجودة تحت الأرض وفوق الأرض، والويب بقى هو أي حاجة بتمشي في المواسير دي. ركز بقى يا عزيزي عشان الحتة دي حلوة. الويب نفسه هيتطور، وده ممكن نشوفه في الويب 1 زي ما بيتسمى. الويب 1 عبارة عن صفحات بيديرها طرف بيقدم فيها محتوى، والطرف التاني ما عندوش فرصة إنه يشارك أو حتى يقول رأيه على الإنترنت سواء في
الخدمه او المنتج اللي بتقدمه له او حتى في المعلومه اللي موجوده قدامه على الموقع. حاجه كده عايزين شبه الجورنال، اقرا اللي محطوط لك، لكن تقعد بقى تعلق لي وتقول لي ده كذب وافتراء وده صح ومش صح، وتراكت على صفحه الحوادث وتعمل هاها على البوستات اللي ما تعجبكش، مفيش الكلام ده. ولو قررت كمستخدم انك عايز تعبر عن نفسك باستخدام بقى المحتوى بتاعك انت، فلازم تشتري دومين وتصمم صفحه وتعمل حوارات، وفي الاخر مش هتكون ضامن ان الناس هتعرف تشوف كلامك ده ويا ترى هيوصلوا له ولا لا، لانك ما عندكش اي وسائل لترويج محتواك ببلاش. والامثله على ويب وان هو اي موقع شركه بتتكلم فيه عن نفسها وانجازاتها، ومش من حقك تكتب حاجه تظهر على الموقع. ممكن تبعت رسائل للموقع بس محدش يشوفها غيره، واللي عمل طفره كبيره في التواصل الالكتروني والناس بقى صوتها واصل ومسموع، تقدر تشارك محتواها بسهوله على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد اشتراك عادي في المواقع دي من غير دفع اي مقابل مادي، وده يخلي الويب اكثر قوه وانتشارا لان الناس شافت فيه حريتها وتقديرها. عايز يا عزيزي مثال حلو كده وامر على ويب 2؟ يعني فكرة يا عزيزي ان انا في ويب 2 بس بامتيازات ويب 1، انا بس اللي بتكلم وانا بس اللي اقول نشترك القناه وانا بس اللي بقول المصادر وكده، بس بحسب نفسي يعني من ويب 2 وان شاء الله باذن الله من ويب 3 ومؤسس ويب 4. امثله ويب 2 يا عزيزي محوطانه في كل حته، فيسبوك، جوجل، اوبر، اير بي ان بي، ده جزء كبير من الويب بتاع النهارده، وافكار زي التاج والبودكاست وحتى التصويت في الانتخابات دي كلها ويب 2. ويب 2 ده يا عزيزي عامل زي القهوه البلدي اللي بتقعد فيها مع صحابك، كل واحد يقول راي ويسمع من التاني ويضربوا على رايه اللي ما بيفهمش حاجه ده، وعادي كله بيشارك. واخيرا بقى يا عزيزي بيجي لويب 3، انزل يا جميل على الساحه. ويب 3 يا عزيزي لسه في خلاف عليه، هل نقدر نقول انه بدا بالفعل ولا لسه شويه؟ هذا الويب يا عزيزي وضعه مختلف شويتين، وبيتسمى حاليا بمستقبل الويب. عشان نفهم الويب 3 محتاجين ناخد مثال معظمنا عارفينه وهو التورنت، اللي معرفتنا بيه جايه من ان احنا كنا عايزين ننزل افلام فنقوم رايحين على التورنت ونستنى السيدرز والبيرز وننزل من ناس ونابلود لناس ونشجع الكرسانه. فكرته الرئيسية عزيزي بتعتمد على اللامركزية، بدل ما البيانات محطوطة على سيرفرات بيتحكم فيها مجموعة صغيرة من الناس اللي هي الشركات يعني، فالكمبيوتر بتاع حضرتك اللي عليه الفيلم بيتحول لتورنت، والناس من خلال التورنت ده تقدر تخش على جهازك وتحمل الفيلم. كل واحد بقى يجي يحمل من عندك، وبعدين الناس تحمل من عندهم كده شبكة، كل واحد عزيز داخل بشفاطة كده ويشفط من عنده والناس تشفط من عنده وكله يشفط عند بعضيه. ده اكيد كان قبل الكورونا ده يا ابو حميد. لا يا عزيزي وحياتك بعد الكورونا وفي الكورونا كمان. في مثال تاني ممكن يشرح الويب 3 ويعتبر هو الاساس بتاعه، هذا المثال يا عزيزي هو ما يعرف بالبلوك تشين، كلنا طبعا عارفينه من البيتكوين، بس الحقيقه انه مش محدود بس بعملاته الافتراضيه او الكريبتو كرنسيز، هو مفهوم وفلسفه تقنيه ممكن يتعمل بيها حاجات كتير جدا. فكرتها قريبه من فكره التورنتس، بيانات ايا كان نوعها بتبقى موجوده على شبكه، هذه شبكة سيرفراتها غير مركزية وغير موجودة عند جهة واحدة، والبيانات دي بيميزها ان ليها بصمة وليها سرية ما ينفعش حد يتلاعب فيها او يغيرها او حتى يتحكم فيها. فبكده الويب 3 هيتم بناؤه على فكرة المشاركة اللي اسس لها ويب 2، وهيضيف عليه فكرة اللامركزية وكمان الثقة في البيانات بشكل اكبر بكتير، لان محدش هيقدر يغير بسهولة غير ما يروح بقى للناس التانية ويعمل بقى التغييرات بتاعته. الانترنت يا عزيزي لما بدأ كان شعاره Let's share what we know، أو دعونا نتشارك في معرفتنا، مساحة مفتوحة وحرة، بدأت بالجانب الأكاديمي والبحثي لما كان الانترنت موجود في الجامعات والمراكز البحثية بس، وخرج منها للعالم كله ولكل المجالات اللي في الدنيا. بس السؤال يا عزيزي، هل الشعار ده اتحقق فعلا؟ المشاركة دي محتاجة مجال مفتوح وأبواب غير مغلقة في وش أي حد عايز يدور على المعرفة مهما كان نوعها. صحيح إن في كمية معرفة ضخمة متاحة للبشرية النهاردة على بعد ضغطة ماوس واحدة منك، بس هل دي كل المعرفة اللي البشر محتاجينها؟ ولا برضو هناك قيود على الانترنت زي ما هي موجودة بره الانترنت؟ وهل في حد ممكن يتحكم في الانترنت ويقدر يستخدمه في تحقيق اهدافه سواء كانت خير او شر؟ يعني لما نشوف اللي حصل في روسيا من خلال الانترنت بعد حربها على اوكرانيا، واللي حصل من منع للشعب الروس من استخدام خدمات كتير وفي منها حاجات اساسية بيعتمد عليها البشر في حياتهم، نلاقي ان شعار الانترنت مش متحقق هنا لانه مش حر، في فعلا حد بيتحكم فيه. في قصة ظريفة يا عزيزي افتكرتها دلوقتي عن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، ده صديقك يا ابو حميد؟ لا عزيزي صديق البرنامج. هذا الرجل يا عزيزي اللي بيقطع الانترنت في البلد بالكامل، اول ما يبلغوه ان مختار ابي لازوف زعيم المعارضه الشرس عامل لايف على فيسبوك، وده يا عزيزي بيحصل تقريبا ساعه كل يوم. هل يا عزيزي تبقى مواطن كازاخستاني ونفسك تحمل فيلم وانت لا مع ده ولا مع ده ومش عارف تحمله عشان مختار طالع لايف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والمشكلة عزيزي في الانترنت والويب إن اللي بيتحكم مش بس دول وأنظمة حكم زي المثال اللي لسه قايلينه، دول بس بيدوسوا زرار ويقطعوا الانترنت عن الناس من بابه، بس بيتحكم في الويب كمان رؤساء جمهوريات المواقع الإلكترونية نفسها زي ما حصل في تويتر لما كان عليه قيود وشروط وطرد فيها مين؟ ترامب. قال عزيزي رئيس موقع النت طرد رئيس امريكا في الحقيقه، وزي ايلون ماسك لما قال انه هيشتري تويتر قال انه هيعمل كده عشان يرجع تويتر لوعد الانترنت الاساسي وهو الحريه وعدم الاقصاء لاي حد او لاي راي، وهو
وهو ده نفس وعده بخصوص الانترنت الفضائي بتاعه ستارلينك اللي عامله في مدار قريب من الارض عشان يكون اداؤه قريب لاداء انترنت الكابلات. هيكون انترنت حر بلا قيود مهما كانت الدوله اللي انت فيها ودرجه تحكمها في الانترنت. فهل يا ترى ده هيحصل؟ وهل ويب 3 هيرجع الانترنت اللي حلمت بيه البشريه الانترنت بتاع الحريه وتبادل المعرفه ده؟ انا عزيزي عن نفسي واثق في الانترنت اللي بيحارب سمك القرش في اعماق المحيطات، القرش اللي بيحاول يعد كابلات ويقطعها كل فتره، واثق فيه انه هيقدر يقوم من تاني ويحقق امل البشريه. ولحد ما ده يتحقق يا عزيزي استخدم الانترنت يا عزيزي في ان انت تشوف الحلقات اللي فاتت وتتاكد انك شفت الحلقات اللي جايه، تنزل تبص على المصادر لو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه. عزيزي انا كان عندي فكره فيلم عن سلك نت عطلان في المياه الاقليميه بين بلدين، عارف يا عزيزي كنت اسميه ايه؟ ابلود على الحدود.